نمشيو للسينما، نمشيو للفن السابع، وأنسة الحجري وتقرير حول اختتام هذه الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للفيلم القصير. توجت السينما التونسية بثلاث جوائز في اختتام فعالية الدورة الثامنة لمهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير شريط سيكاتريز للمخرجة التونسية أنصاف عرفة، وذلك مناصفة مع الفيلم اللبناني عن بعد للمخرجة راشيل عون. وفيما يتعلق بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، فاز المخرج التونسي هيثم سكوحي عن عمله توني ساندغون. أما جائزة أفضل فيلم تحريك فقد فاز بها دمية الروح للمخرج شارلز بادنهورست من جنوب إفريقيا. وأسندت لجنة تحكيم مسابقة جائزة أفضل فيلم مدارس منصفة بين فيلم زينة للمخرج وجيب الخيص من تونس وفيلم لجور أوجيغوندي للمخرج الفرنسي ألوزي بروني. والله البروجيكسيون كانت مزينة على الأخر، فهم برشا أفلام مختلفة، فهم برشا أفكار جديدة. دورة الثامنة ما تفهم برشا عبيد حضروا الفستيفال، أخذيه حظه مرة ذي، أخذيه برشا جمهور، وإن شاء الله فيما خير، إن شاء الله العام الجاي يكون ما خير. وتم تتويج الأفلام الفائزة في هذه المسابقة من ضمن 52 فيلما قصيرا من 23 بلدا على غرار لبنان وسوريا والسنغال وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وليتوانيا. واحتكمت الأفلام المشاركة إلى لجنة متكونة من المخرج منير بعزيز والممثلة عزيزة بولابيار والمخرج أنيس عبسي والمخرجة المغربية جميلة البرجي والتونسية نورا النفزي. البروتاغونيست نتاع الفيلم تاعنا اسمه طيب، طيب يخوض رحلة بالقطعة باش يفسخ زوجته سندة ومن غادي يبدأ الفيلم. ميرسي بانوراما على البروجيكسيون وعلى الفرصة اللي عطتها لنا باش نشاركوا رحلتنا اللي عملناها وتعبنا عليها مع أولاد بلادنا مع توينس. وثمنت لجنة التحكيم في تقريرها الختامي جودة بعض الأفلام المعروضة في هذه الدورة، ما جعل مداولتها بشأن اختيار الأفلام الفائزة صعبة نسبيا لتقارب الأعمال من حيث الجودة وطرفة المواضيع. يذكر أن مهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي تأسس منذ سنة 16 و2000، وهو تظاهرة ثقافية تنتظم برعاية جمعية أولياء ذوي الاحتياجات الخاصة واصدقائهم. شكرا أنيسة الحجري، يعطيكم الصحة. مرحبا بسي كمال عويج، مدير ومؤسس المهرجان الدولي للفيلم القصير. مرحبا بك كمال، شلون حوالك؟ مرحبا بك انصاف، تحية ليك وتحية كل مشاهدين الوطنيين الاولى، وشكرا على هذه الاستضافة. يا سيدي مرحبا وجوي وسعيد، عيد حب سعيد. وانت اليوم بتنطبق عليك محبة ولا جبة كمال عويج؟ صحيح، اليوم بصدفة 14 فبراير 2023 صدفة عيد الحب، هذاك علاش شيء توني جبة حمرة عكري هكا ولا لبس جبة حمرة. الحمد لله المناسبة، الحمد لله نشكر سي سفيان بن كامرة السفير اللي بيس التقليدي هو اللي لبس لي هذا. صح لي كمال عويش. سي هيثم سكوحي مخرج الوثائق المتوج، مرحبا بك هيثم. عاشك، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، هذه أول مرة في الوطنية بالحق. فرصة وأنت قداش عندك من فيلم؟ لا واحد لاثنين؟ الخامس، أما الثاني في إطار بروفيسيونيل معناها. باه، ثاني فيلم باهي جيت للبرنامج، المرة الجاية إن شاء الله تجينا في إطار تتويج فيلم طويل. إن شاء الله، إن شاء الله، حتى قصير مش مشكل. باهي، كمال عويج، هذه الدورة الثامنة، يعني بدا ينضج المهرجان، تفضل. شكرا ليك. حبيت نقول انه مهرجان بانوراما في القصير الدولي تاسس في 2016، سنه دورتي الثامنه. حبيت نقول انه الدوره الثامنه عملناها اقيمت في قاعه تهر الشعب بمدينه الثقافه من 7 الى 11 فبراير 2023 عفوا. حبيت نقول انه في دورات السابقه عملنا المهرجان على مده 3 ايام، هذه السنه اخترنا المهرجان يكون على مده 5 ايام، على خاطر نظرا للدورات السابقه كثيف هناك كثيف من يعني الجمهور، فما برشا مشاركات افلام مشاركه. قداش تصدى شارك من فيلم؟ ريت برشا من المخرجين ولو مؤمنين بهذا المهرجان ويدخلوا في التجربه نتاع هذا المهرجان.
نعم حبيت نقول هو مهرجان بانوراما في القصير التونسي هو اول مهرجان تونسي يقام في تونس متخصص للافلام القصيره. هو مهرجان عنده افلام روائيه قصيره، افلام وثائقيه قصيره، افلام التحريك وافلام طلبه. بالنسبه لعدد المشاركات وصلنا 51 مع سيليكسيون مع 51 فيلم مشاركا من 23 دوله مشاركه. يعني بين قوسين حابين نقول انه وصلونا اكثر من باب ترشحات، وصلونا اكثر من 2622 باب مترشح في الافلام. 2622 مع الاختيار، وكان اختيار من لجنه الانتخاب، لجنه التحكيم، لجنه قبل ما نمر لجنه التحكيم اعطيني لجنه الانتقاء والاختيار شكون كانوا الاعضاء نتاعها. بالنسبة للجنة الانتقاء باش يكونوا لجنة الانتقاء مختصين في عالم السينما سواء في التركيب في المونتاج مثلا الدورة هذه اللي انقضت ولو فات نهار السبت. حاب نوجه تحية لجنة الانتقاء يعني السيد حمروني اللي تفرج في الافلام هذا معطف عفوا تفرش في الافلام هذا معناتها، ولكن كانت اختيار حبيت نقول انه الاختيار كان صعيب برشا برشا برشا. معناتها 2600 شفتوا الافلام الكل ولا فما صارت يعني بري سيليكسيون معناها اختيار اول اختيار ثاني هو فرز؟ هو في الحقيقة إنصاف وقت تواصلت مع لجنة الانتقاء قلت له وقت نحلوا الباب ترشحات مباشرة تفرشوا في الأفلام. معناتها ما كانتش نصوروا إنه الباب ترشحات تصل حتى 1622 مثلا عام ناول. حتى في المنطقة ما فماش مهرجان أفلام قصيرة، لأنه في العالم نعرفوا في أفريقيا فما أسماء معينة فما مهرجان أفلام قصيرة، وخاصة أنتم حاليا أفلام الطلب وأفلام التحريك وأفلام الوثائقية وأفلام الروائية يعني موسعين معناها توت معناها فما اختيار كبير. ايوا حبيت نقول انصاف انه المهرجان هذا نحب نعطي فرصه للشباب في تونس وفي خارج تونس يعطيوا الافلام تاعهم هما معناتها فرصتهم في تونس وخارج. هذا مسكوحي نخليه كمال عويجي يرتاح شويه سمحنا تعبنا كمان. هذا مسكوحي مخرج الوثائقي المتوج، فرصه لشباب تونس انهم يشاركوا في مهرجان دولي في مشاركات الحقيقه من المنطقه الكل، وترقى نفسك في تنافسيه افلام برشا قيد فما برشا افلام فيها تنافسيه فيها ذات قيمه في هذا المهرجان. يقول توا 2622 اكيد ما مروش الكل، فما عملت اختيار اوليه وبعد ذلك مريتوا للادوار التاليه. احكينا على الفيلم نتاعك واحكينا كيفاش علاش شاركت في هذا المهرجان. نبدأ بالفيلم تونس سندروم. هو فيلم وثائقي تجريبي يحكي على فوتوغراف أنونيم اللي مهووس بالباتيمون بتاع سنتر فيل بتاع تونس. معناها اليوم باش يتيحوا فما اللي باش الايلين للسقوط للاسف الايلين للسقوط اكزاكتومون. دونك هو ان طونك ارتيست فكل لي تيكستور والحاجات اللي باش يتيحوا كل شيء قا فما جماليه معناها معينه في البلاصات هذوك. دونك نحن ما حابينش نحكيو، انا ما حبيتش نحكي على الفيلم بطريقه انه نوري لي البلاصات باش يتيحوا، بل بالعكس حبيت نوري اللي راه فما ان بوتي معناها وكي تثبت بالقد فما خدمه وفما صنعه معناها ونتمنوا انقذوهم. سندروم هي المتلازمه حاجه خاصه بتونس يعني. هو سي ان تيرم جاي من جارغون ميديكال معناها السندروم يعني حاله مرضيه او حاله توري دي سيني اللي فما حاله مرضيه. انا باللغه العربيه سميته لعنه تونس سامحوني في الكلمه معناها. اما فوالا يعني كي تشوف البلاصات تفهم اللي تونس قاعده تمر بيريود اللي ماهيش تغزر لروحها بالقديم، مش قاعده تشوف في روحها، مش قاعده اللي هي بروحها اترافير. يعني انا جي شوازي دو تريتي موضوع نتاع تونس اترافير لي باتيمون. تقنيا الفيلم خدمته باي كاميرا باي؟ اعطينا شويه التقنيات المعتمده نتاع الفيلم. هو الفيلم ساعه خاطر اكيد القصه انت وثائقي يعني الموضوع مهم، لكن تقنيا اكيد تم تنفيذه بطريقه تقنيا الفيلم جميلة. صورته وحدي، خرجت شهرين وانا نصور معايا مصور اسمه سفيان ميكلي نسلم عليه. دونك قعدنا شهرين نلوجوا على لي باتيمون، صورنا برشا دي باتيمون وخذينا 120 تصويرة معناها روبيراج و لا روبيراج و تصويرة. دونك سيتي ايكيب ريدويت، خرجنا وحدنا
puisque انا نسكن غادي دونك عندي ديجا كلكو روبير نعرف نمشي وكل شيء دونك سي اون اكسبيريونس هي لانك تخرج تصور وحدك خاطر فهم برشا عباد يقفوا على تصوير الافلام يقول لك لازم ماتيريال لازم بيدجي لازم كذا كذا دونك انا puisque في البلاصه معناها اللي نعيش فيها دونك نعرف لي روبير وكل شيء قلت بوركوا با نخرج نصور بال المسابقه كانت ما خاطر هو توا كمال قال انه فما برشا مسابقه بوكو ديسبلين معناها شاركت فما برشا هل كل مسابقه كمال يصير عليها جائزه ولا جائزه التتويج الاول اعطينا فكره على الجوائز بالنسبه للساده المشاهدين خلينا نوضحوا لهم واضح حبيت نوضح حاجه انه محمد نتذكر ليش التحكيم اللي معنا المخرج السينمائي منير البعسيس المخرج والمنتج التونسي انيس عبسي واستاذ في السينما نور النفسي والمخرج المغربي جميله تمري تحدثت عليها الحضور في المهرجان بالنسبه للتجاويز اخترنا انه باش تكون التجاويز على اربع فئات اللي هي افلام روائيه قصيره افلام وثائقيه افضل افلام روائيه قصيره افضل أفلام وثيقية قصيرة أفضل أفلام تحريك وأفضل أفلام طلبة خلال الاختتام مع رشين بانوراما في القصيرة التولي عملونا تفاجأنا هاي المديرة مع رشين تفاجأنا أنه في عوض أنه مش نعطيه أربع متوجين اخترنا أنه مش يكون مع هناك ستة أفلام متوجة في المهرجان معناتها هذا جديد للمهرجان معناتها التتويج إيش معناتها الجوائز كيف كانت الجوائز عندنا أفضل فيلم روائي قصير في سوس أفلام روائية قصيرة فيلم تونسي جراح للمخرج انصاف عرافه من تونس فيلم الثاني من حيوها انصاف عرافه اكيد كريمه مخرجنا القدير سي حمد يعرف نعم الفيلم الثاني هو بعنوان عن بعد للمخرج رجال عون من لبنان الفيلم وثيقي قصير اختي خونا هيثم سكوحي والفيلم فيلم يعني طلبه اختي الفيلم زينه لمخرج وسي برخيس والفيلم طلب ايضا اخر لجو او شي كونتي لمخرج الويس براند من فرنسا والفيلم التحريك اختي من سبريت تول من جنوب افريقيا شكرا لك كمال عويش لانك شديت صحيح في حلمتك يعطيك الصحة ونحييك لأنه نعرفها نعرف أنا قصة المهرجان هذايا قصة الإذاعة وكل وعملت برشة تجارب ومتشبث بحياتك نحييك على هذا كمال عويش شكرا لك انصاف حبيت في هذه المناسبة الحمد لله شكرا ونختم بذلك حبيت في هذه المناسبة الحمد لله شكرا المركز الوطني للسينما والصورة والمكتبة السينمائية التونسية وكيف الشركاء والمساهمين معنا ونشكر سيدة عائلتي اللي وقفت معنا منذ تأسيس الدورة حتى الآخر حبيت نقول انه بعد المهرجان باش نعملوا عروض يعني في يعني العروض الافلام المتوجه حبيت نذكر انه باش نعملوا دي سيكل معناها ولا كيف عروض الافلام المتوجه باش نعملوا عروض في تونس وفي خارج تونس معناتها في الشهيد باش نذكر انه عندنا عرض عروض الافلام المتوجه ست افلام متوجه في يوم 1 مارس في قاعه دار الشارع بمدينه الثقافه في الجهات تعطيني خاطر نحب الجهات نحب اللامركزيه الثقافيه نهار 4-1 مارس في قاعه الشارع بمدينه الثقافه نهار ثاني مارس بعد نهار الخميس عندنا باش نعطيو في مدرسه خاصه للافلام مدرسه خاصه للسينما في نابل ونهار نهار الجمعه 3 مارس 2023 باش نمشيو للحمام السوسه للثقافه على ان شاء الله والبرمجه اكيد طويله شو حبيت نقول انه نهار الجمعه 3 مارس باش نعطيو في حمام السوسه في الثقافه على تعاج به أحب السينما كونوا في الموعد شكرا لك كمال عويج إن شاء الله ترجع بحذنا في الدورة التاسعة للمهرجان الدولي الفيلم القصير هيثم السكوحي إن شاء الله في تتويج جديد وإن شاء الله داخل الجهات وإن شاء الله في مشاركات دولية في مهرجانات أخرى إن شاء الله بحول الله نورتنا هذا المساء جزيل الشكر لكم على حضوركم معنا